أما الآن مشاهدينا الكرام فننتقل بحضراتكم إلى مقر وزارة الإعلام، حيث وقائع انعقاد المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، فإلى هناك. فيما يتعلق بالمستجدات الطبية، نود أن نذكر الجميع بأن خدمات عيادات تطمن لا تزال متواصلة ومستمرة وفي مراحل تجويد وتطوير واتساع دائم. عيادات تطمن نذكر بأنها أوجدت لتلقي الحالات التي تريد الاطمئنان على أوضاعها الصحية لأن لديها أعراض مرضية تنفسية تحديدا، وبالذات ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس، وجود ألم في الصدر، أو وجود فقدان لحاسة الشم والتذوق، أو بعض الأعراض المصاحبة الأخرى مثل احتقان الحلق أو وجود إسهال. إذا وجدت هذه الأعراض منها أو أحدها، بإمكان الشخص أن يطمن بأن يذهب إلى هذه المراكز، ولسهولة الوصول إليها بالإمكان بالدخول على أي محرك من محركات البحث في الإنترنت واستخدام كلمتي عيادات تطمن، وستصل بإذن الله إلى الموقع المخصص في وزارة الصحة، والذي سيوصلك إلى أقرب العيادات المخصصة لهذه الخدمة من حولك. نؤكد على الجميع بأن الوصول السريع إلى هذه العيادات عند الشعور بأعراض بإذن الله سيكون فرصة للبدء بالرعاية الصحية اللازمة والاطمئنان بإذن الله على الصحة، مما يقلل المضاعفات وحدة الحالة المرضية لا قدر الله. ونذكر الجميع أيضا بأن الحالات التي ليس لديها أعراض وترغب بأن تعرف أوضاعها الصحية وتتأكد هل يوجد لديها إصابة بالفيروس من عدمه، حالة مخالط ويريد أن يتأكد هل مخالطتي لحالة إيجابية نقلت للفيروس من عدمه، بإمكانك من خدمات مراكز تأكد أن تتأكد، والحصول على مواعيدها والذهاب إليها بإذن الله سيحقق ذلك ويجيب على هذه التساؤلات. الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة الماضية، من ضمنها هذا الاستفسار: هنالك أشخاص يتم تنويمهم في المستشفيات، بعد نهاية تنويمهم في المستشفيات هل وجودهم في هذه المستشفيات التي قد يكون فيها حالات مصابة بالفيروس وهم ليسوا مصابين بالفيروس، يجري عملية جراحية أو نحو ذلك، تلقى علاجه وتم خروجه بقرار طبي إلى المنزل، هل يلزمه العزل بعد خروجه إلى المنزل؟ الجواب: لا يلزمه العزل بعد خروجه، لأن قرار الخروج قرار طبي تم فيه مراعاة واعتبار هل تعرض إلى أي مخاطر لا قدر الله أدت إلى أن يكون حالة اشتباه بأن انتقلت له العدوى من عدمه. هنالك أقسام متخصصة لمكافحة العدوى والتأكد والتقصي والمراقبة والرصد لأي لا قدر الله فرص انتقال أو عدوى داخل المنشآت الصحية ومن ضمنها المستشفيات، فبالتالي من له قرار طبي بالخروج اجتاز مثل هذه التقييمات وبإمكانه العودة بحذر طبعا إلى المنزل وإلى حياته الطبيعية وفق التوصيات الطبية للتعلق بأوضاعه الصحية عند الخروج. سؤال آخر يتعلق بالفحص الموسع، إلى أين وصل الفحص الموسع؟ ماذا أمامنا في الفحص الموسع؟ كم المختبرات اللي موجودة اليوم في المملكة ومخصصة لإجراء فحص فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19 وفي مناطق المملكة؟ طبعا الفحص الموسع اليوم يدخل في مراحله الجديدة التي من أهمها مراكز تأكد للإطمئنان على أوضاعنا الصحية. ما يتم إجراؤه من أي مسوحات، من أي تقصيات، من إجراءات سريرية مثلا للحالات اللي في المستشفيات أو في عيادات مخصصة لتلقي الحالات، هذا مستمر، ولكن أبرز مراحل الفحص الموسع حاليا هي مراكز تأكد. القدرات المخبرية منذ بدء الجائحة إلى اليوم انطلقنا بمختبر وطني واحد مرجعي، ولا يزال مرجع للخبرة في المملكة العربية السعودية، بفحوص لا تتجاوز المئات يوميا. إلى اليوم آلاف الفحوصات التي تتم في أكثر من 40 موقع ومختبر مخصص لإجراء هذه الفحوصات في المملكة العربية السعودية. سؤال أيضا يتعلق بارتفاع أعداد الوفيات، هل هنالك ارتفاع لأعداد الوفيات حاليا؟ هل هو مرتبط باستخدام بعض الأدوية مثل ريميديسيفير للحالات الحرجة من عدم استخدامه والبروتوكولات العلاجية؟ الإجابة بإيجاز. هذا الدواء
من الأدوية التي تم اعتبارها في البروتوكولات العلاجية، وتم استخدامها أيضا في المملكة العربية السعودية ضمن الأطر البحثية المنظمة لكيفية استخدامها وفق المهنية الصحية والممارسات الطبية اللازمة. أيضا أعداد الوفيات هي تتبع ما قبلها من أعداد الحالات الحرجة، عادة الحالات الوفيات قبلها بأسبوع أسبوعين يكون هنالك حالات حرجة جزء منها يستجيب إلى المعالجة ومعظمها بحمد الله كذلك، وجزء آخر يتوفاه الله. قبل أسبوع أسبوعين من وصول الحالات إلى الحالات الحرجة كان إيجابية للحالة، فمنحنى إيجابية الحالات وانتشارها يليه منحنى يواكبه ويوازيه وطردي معه عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة، ثم بعد ذلك الوفيات. فلذلك هذه المنحنيات الآن تسير بشكل طردي مع بعضها وتواكب بعضها. مسألة البروتوكولات العلاجية حتى اليوم نؤكد لا يوجد أساسا علاج بحد ذاته موجه ومؤكد وناجح للاستخدام للفيروس، فبالتالي البروتوكولات العلاجية اللي موجودة اليوم تستخدم لأن فيها فرص بإذن الله ونرتجي منها أنها تساهم في تحسين الحالة الصحية للمصابين، إلا أنه لا يمكن ربط تحسنات أو تدهور لأوضاع صحية باستخدام البروتوكولات العلاجية أو أحد العلاجات الموجودة فيها. إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية، الآن نصل بالحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية ل 217,108 حالة مؤكدة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم. حالات التعافي بحمد الله في ازدياد، 154,839 حالة تعافي، نسأل الله للجميع السلامة وتمام العافية. حالات الوفيات تبلغ 2017 حالة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة. بالتالي يكون لدينا عدد الحالات النشطة حاليا التي لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة لها 60,252، معظمها ولله الحمد حالات مستقرة، والحرجة من بينها هي 2,268 حالة يتم رعايتها في العنايات المركزة. الفحوصات مستمرة بالتزايد والإجراء بشكل دائم لتسهم في عملية التشخيص والمعالجة ودعم الخطوات الإكلينيكية ودعم الخطوات الوقائية والصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وتتجاوز بحمد الله 2,000,000 فحص حاليا، ويتجاوز أيضا الإنتاج اليومي لعدد الفحوصات 60,000 فحص في اليوم، وبذلك تسهم هذه الفحوصات في أن تجعل المملكة العربية السعودية من بين الدول عالية القوة في نسبة الرصد للحالات المصابة وسرعة اكتشافها، بل 3 أضعاف قدرة المتوسط العالمي بقوة الاستكشاف ولله الحمد. بهذا نصل وإياكم إلى تلقي أسئلة الإخوة والأخوات الصحفيين. هاري عبد الله صحيفة الوئام، سؤالي لمتحدث الصحة، كيف يتم التعامل مع الذين ظهرت نتائج فحوصهم لفيروس كورونا إيجابية وتأثروا نفسيا، هل يتم تأهيلهم لتقبل العلاج؟ طبعا بشكل عام جميع من يصابوا بهذا الفيروس وتستلزم حالتهم الصحية تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المنشآت الصحية كالمستشفيات، وهي من أهم الأماكن التي تقدم لهم الرعاية الصحية عندما تكون أوضاعهم الصحية تستلزم ذلك. الفريق الطبي ليس مكون من طبيب واحد، وإنما مكون من مجموعة من المختصين من ضمنهم من لهم علاقة بالجوانب النفسية وفق تقييم الطبيب، فلذلك دائما الجانب النفسي محل رعاية إما من الطبيب المعالج مباشرة أو من الفريق الطبي اللي معه، أو يكون ضمن الكوادر المخصصة للتعامل مع أوضاعهم كأخصائيين اجتماعيين أو أخصائيين نفسيين، أو إذا لزمت الحالة إلى تدخل الطبيب المتخصص في المجال الطب النفسي يتم الاستعانة بهم واستشارتهم لجعل الفريق الطبي متكامل وشامل في تقديم الرعاية الصحية للحالة وفق طبعا مستوى لزوم التدخل الطبي. الصحيفة السابق عبد الرزاق البجالي، سؤالي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي، ما نصيحتكم لمن يتهاون بالفيروس مستشهدا بأن عدد من الحالات المصابة بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض، وشكرا. كما أن هنالك نسبة ولله الحمد لا تظهر عليهم أعراض، هنالك نسبة تظهر عليهم أعراض، وهنالك نسبة تتدهور أوضاعهم الصحية ويستلزم دخولهم إلى التنويم في المستشفيات، وهنالك نسبة تصل إلى الحالة الحرجة، وهنالك أعداد يتوفاهم الله. لذلك الحذر واجب، وهذه النسب صحيح بأنها في فئات أعلى خطورة أكثر من غيرهم، إلا أنه حتى الفئات الأقل خطورة عرضة
للوصول إلى هذه المراحل المتقدمة، فالحذر واجب على الجميع. أحمد العطوي، صحيفة المواطن. لوح في بعض المدن السياحية تزايد كبير في أعداد المصابين ووصولها إلى مراكز متقدمة في أعداد الإصابة اليوم. هل الخدمات الصحية الموجودة بهذه المدن السياحية قادرة على استيعاب المزيد من الحالات؟ وهل سيتم فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في هذه المدن؟ شكرا أخي أحمد. ما يتعلق بالاستيعابية والقدرة الصحية، وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية والتوجيهات من القيادة دائما بأن يكون الحرص على توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجها. الأهم هو ماذا علينا أن نفعل. علينا أن تكون جميع مناشطنا الحياتية بحذر، بما فيها أن نتنزه بحذر، أن نسافر بحذر، أن نتحرك بحذر. البروتوكولات والسلوكيات الصحية بأيدينا. أول احتراز إذا نريد أن نفرضه على أحد هو أن نفرضه على أنفسنا، بأن نحترز لأنفسنا ولمن حولنا بالتقيد بالسلوكيات الصحية. بإشارة الزملاء نصل إلى نهاية تلقي الأسئلة، وأشكركم جميعا وأتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة والعافية، ونواصل معكم ما تبقى من المؤتمر، وشكرا جزيلا، نلتقيكم على خير. شكرا لكم دكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الآن يتحدث إليكم الدكتور جلال العويس، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ بداية جائحة كورونا اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات متعددة لمواجهة هذا الفيروس، لكن حقيقة بقي هاجس في الأذهان، بني على ما شاهدناه من تجارب وقصص حدثت في دول أخرى، عندما عجز النظام الصحي عن استقبال تزايد الحالات على العنايات المركزة، مما وضع الكادر الصحي أمام تحدي كبير، واختيار من يتم تقديم الرعاية الصحية له من عدمها، ووضع عبء إضافي على تلك الطواقم والكوادر الصحية. أدى ذلك إلى ارتفاع في الوفيات وضغط على الأنظمة الصحية في تلك الدول، وبقي هذا الهاجس في مخيلة الكثيرين. ولأننا في المملكة العربية السعودية وبالدعم اللامحدود من الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وحرص من سمو ولي عهده الأمين، كانت التوجيهات بزيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في المملكة العربية السعودية وعلى جميع القطاعات الصحية. في خلال 3 أشهر فقط تم زيادة 30% من السعة السريرية الأساسية للعنايات المركزة في المملكة العربية السعودية، 30% في 3 أشهر. لك أن تتخيل حجم المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية على مدى سنوات، والجهد الذي بذل لرفع السعة السريرية بنسبة 30% ليس في ظروف عادية، بل في ظروف تنافس كبير بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات. وكل هذا يدل على شيء، فهو يدل على حرص المملكة العربية السعودية على سلامة الإنسان فيها. ولعله بعيدا عن تجارب الدول السابقة، لعلي أخذكم الآن إلى مناطق تعرفوها: جدة، الرياض، مكة المكرمة. لو لم يتم رفع السعة السريرية، وهذه أرقام تعكس الواقع، كانت جدة سوف تتعامل مع نسب إشغال للعنايات المركزة بنسبة 115%. هذا يعني أنه 15% من المصابين في تلك المرحلة لن يجدوا أسرة للعناية المركزة أو قدرة لتلقي العلاج في العنايات المركزة. الرياض وصلت نسب الإشغال بناء على القدرة قبل الزيادة إلى 100%. مكة المكرمة 105%. لكن بحمد الله وتوفيقه ثم الدعم اللامحدود للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، كانت نسبة التعامل في الفترة الماضية بنسب 75% في جدة، 64% في الرياض، و 68% في مكة المكرمة.
ملتزمون بدورنا كطواقم صحية ومسؤولين في القطاع الصحي بالعمل على الزيادة المستمرة لأسرة العناية المركزة، وهذا واجب لن نتخلى عنه في ظل ما نجد من دعم كبير، لكن المسؤولية مشتركة. كما نقوم بدورنا كممارسين صحيين ومسؤولين في القطاع الصحي، يجب أن نقوم بدورنا كأفراد في المجتمع بألا نضع أحبابنا وأهلنا ونكون سبب في نشر الفيروس، مما قد يؤدي إلى الدخول في مثل هذه القصص وارتفاع نسب إشغال العنايات المركزة. وحتى في ظل وجود هذه الأسرة، ما زلت أقول لا يرغب أحد فينا أن يكون أحد من أهله أو أقاربه على هذه الأسرة. الحمد لله ما زلنا مستمرين في عملنا وسنظل في ذلك، لأن بالفعل كما نقول دائما، اطمئنوا، أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الإنسان أولا. بإذن الله تعالى سوف نستمر في رفع الطاقة الاستيعابية والسعة السريرية لجميع القطاعات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. ننتقل الآن إلى الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة الماضية. كيف هي أوضاع الفئات الأكثر خطورة في العناية المركزة؟ وهل صحيح أن إحصائياتهم الآن أفضل من بدايات الأزمة؟ وكم نسبة تشافيهم من المرض بعد الدخول للعنايات المركزة؟ طبعاً مرضى العنايات المركزة ما زال يعني 65% إلى 75% منهم على أجهزة التنفس الصناعي، وعادة هذه النسبة الأكبر تكون ضمن الفئة العمرية الأكثر خطورة ممن لديهم أمراض مزمنة، أو الفئة اللي هم أكبر في العمر. بخصوص الإحصائيات، نعم، المنحنى اليوم في نسب إشغال العنايات المركزة هو في اتجاه منخفض مقارنة في من بداية الشهر إلى نهاية الشهر الآن، ونسب التشافي عادة هي من 10 أيام إلى 14 يوم للمرضى اللي يدخلوا للعناية المركزة. السؤال الثاني عن منطقة عسير، الحالات فيها بتزايد مستمر، هل المستشفيات هناك تستوعب هذه الأعداد؟ وماذا عن أسرة العناية المركزة؟ وهل هناك نية لعمل مستشفى ميداني؟ منطقة عسير وجميع مناطق المملكة تخضع إلى تقييم يومي عن مؤشرات ضغط العنايات المركزة، عن نسب التنويم في الأجنحة، وبالتالي يكون عندنا أنظمة إنذار وتنبؤ مبكر في توجيه الموارد حسب الاحتياج. ومنطقة عسير بالفعل تم زيادة الأسرة للعنايات المركزة اليوم بنسبة تفوق 33%، وجاري العمل على زيادة السعة السريرية في منطقة عسير بالإضافة إلى العمل على مستشفى ميداني في منطقة عسير. ننتقل الآن إلى أسئلة الصحفيين. فايز السميري، صحيفة المدينة. سؤالي للدكتور جلال العويس، ما هي خطة وزارة الصحة لمرضى فيروس كورونا المستجد في العناية المركزة، وحتى لا نصل إلى ما وصلت إليه إيطاليا من قرارات مؤلمة تتعلق بمن يجب أن يتلقى منهم الرعاية المنقذة؟ شكرا لك أخي، وهذا بالفعل يعني صميم العمل وما ذكرت. يعني اليوم نعمل ونهدف إلى أن يكون هناك رعاية صحية تليق بكل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية، وجميع الإجراءات التي يتم العمل عليها اليوم من زيادة استباقية لأسرة العناية المركزة في المنشآت القائمة أو افتتاح مستشفيات ميدانية، هي تهدف إلى ألا نصل بإذن الله إلى ما وصلت إليه بعض الدول من عجز النظام الصحي عن استقبال حالات العناية المركزة. صحيح السبت عبد الرزاق البجالي، سؤال للمشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والتوارث في وزارة الصحة الدكتور جلال العويس، في بداية العودة للحياة الطبيعية بالتحديد في أوائل شهر شوال الماضي كان هناك ارتفاع كبير في عدد الحالات الحرجة تبعها تذبذب بين انخفاض وارتفاع خلال الأيام الماضية، وكان هناك تفسيرات بأنه في حال زادت الحالات الحرجة عن الطاقة الاستيعابية في المستشفيات سيتم إعادة الحجر. سؤالي،
ما هي الخطط المستقبلية التي وضعتها وزارة الصحة للتعامل مع أي زيادة طارئة في الحالات الحرجة؟ وشكرا. الحقيقة نتعامل اليوم مع الوضع بشكل استباقي، لا ننتظر يعني ردات فعل أو عمل إجراءات تكون هي عبارة عن ردات فعل. نتابع نسب الإشغال في جميع مناطق المملكة بشكل يومي، ليس فقط لحالات كوفيد بل حتى للحالات الحرجة الأخرى. لدينا مؤشرات واضحة تعكس نسب الإشغال في التنويم داخل العنايات المركزة، وبالتالي يكون عندنا توقع واضح حتى لما قبل العنايات المركزة من نسب التنويم في الأجنحة، وبالتالي يكون نطمئن أنه جميع المناطق تقع ضمن النطاق المسموح فيه وأن لا تصل إلى نسب إشغال عالية. وهذا يتم بشكل يومي، والسعة السريرية تزداد بشكل يومي على مدار الساعة. واليوم وإحنا نتكلم أنا متأكد أنه يوجد مناطق بالفعل وصلت وزادت سعة سريرية، إما في منشآت قائمة أو عن طريق افتتاح المستشفيات الميدانية. بالإشارة اللي وصلتني انتهت أسئلة الصحفيين، شكرا جزيلا لكم. دكتور جلال العويس المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، أمنياتنا للجميع بالصحة والسلام.